العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جديد العطاء مجيد الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوذ بشرح الصدر ورفع اليد صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه ينبذكم لأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يغر إلا نفسه ولا يغر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. فخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأنصاره، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير واجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأشهر وأهم وأعظم وأكبر. سجد السماء. Thank you.